لما نقنع محمد رمضان يبطل يلف بالعربيتين بتوعه على الدائري وكوبري اكتوبر ويجي بدل ما بيلف بالعربية بتاعته على الدائري والعربية التانية على كوبري اكتوبر يجي يعمل له مشهد ولا اتنين بدل ما العيال بتشيل سكاكين وتطلع على المقطورة مع حاكم الفرح عندنا في البلد بتعمل على المقطورة والعيال تطلع على المقطورة وتلعب بالسكاكين ويقول لك اللي من الفرح فرحنا واللي مش عاجبه ينزل من على المقطورة بتاعتنا نقوم نجيب محمد رمضان يعمل لنا مشهدين يفيدوا البلد بدل ما هو بيشيل سكينه يخلي الاولاد يشيلوا سكاكين ورب دقنهم ويحددوها ويعملوا لنا القاعه عارف ايه ويتكلموا كده وبتاع واخد بالك الحقيقه شويه حاجات ممكن تساهم في اعاده البناء.